أنا اسمي مرام، جيت من سوريا هون صار لي 4 سنين. بيع ورد، ساعد أهلي بالمصروف، بروح بشتغل بالحمرة. أنا بشتغل من الساعة 9 بالليل، برجع الساعة 4 الصبح يا أو 5. يعني أنا برجع مع خيي، ما بحاول أرجع لحالي، يعني بخاف. إذا رجعت حالي تكون الدنيا عتمة، بخاف يعني في حدا يخطفني أو يجي الدرك يلقطوني هيك. ما حد فيه يعمل معي ولا شيء، أصلا الحمرة كليتها بيعرفوني، ما حد فيه يحكي معي ولا كلمة. بس حدا بده يقرب علي بعيط، وإذا حدا قرب علي علموني كيف أضربه. أنا بس بروح بشتري من عنده، بيعطيني الوردة ب1000، بيع ب2000، لازم أنا وخيي نطلع 40,000، أحيانا نطلع 20، أحيانا 30، أحيانا 40، أحيانا 50. نرجع على البيت لازم نطلع، أرجع على البيت أنا وخيي 300 دولار، وبيي يطلع 200 دولار من شغله بيشتغله، بصير 500 دولار أرجع على البيت. إنه الورد يا عيني إنه بساعد أهلي كتير، حب ساعدهم يعني. أنا عايشة بالبيت مع بيي وأمي وخيي وأختي وأختي التانية، وأنا عايشة معنا كليتنا عايشين بعض. سوريا صح، كنت بمدرسة وصرت بالصف الأول، اجيت هون على لبنان، صار في حرب هونيك في سوريا كتير، واضطريت اجي هون على لبنان عشان اشتغل بالورد ساعد أهلي. كتير كنت بحب المدرسة، مش شوي، هلا بحب المدرسة. فات عليها بحب المدرسة، عملنا هونيك بيكون إلي رفقة كتير، بحبون يلعبوا معي رفقاتي، بحبوا نضل أتسلى، بحب أتعلم، بحب أكتب. بحب البحر، اسبح فيه، بحبه نتمشى، بحبه نلعب فيه، وانا وخيي نطشر على بعض مي بالرمل البيضاء، طش الرمل، هيدا هي. بحب البحر بس بخاف منه، عملنه بيغرق. في الدوامة عمل بقلبه، واذا قمت ضلت ماشي بتغرق. وإذا هلا أنا كبرت وشيكل، هلا أنا اشتغلت أي شغل وتركت الورد، بس لساعتني صغيرة عشان هيك ما حدا عم يشغلني، اضطريت أشتغل بالورد وساعد أهلي وكل شي. حلمي أنا بس أكبر أكون أشتغل، قلت لكم عنه، ما فرح. إذا رحت على كندا، إذا رحت على كندا بدي أشتغل أي شي، يعني جاي على بالي إنه أشتغل كون مصري.